أيام أيام هاي الدنيا أيام 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 هاي الدنيا أيام يوم والأهل يحمونا يوم والعهد يسلبونا هاي الدنيا أيام قوم يا حيدر بناتك شوف بالطاف يا حيدر جميل كانت بمنظر خضرة واليوم اليوم أصبح غير منظر كانت بأوطايا صارت بالخيام وتسكن البار حتى الخيام بأهلها محصنة وما يمسها كل شعار لأن الأهل فوق الثرى كلها جثث متوذرة ولن الخيام موجرة ولنها متسلبة الخدار بخيام بخيام يوم الحرم بخيام 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 يوم الحرم بخيام يوم خيامها عليها تتلاها بمسلبيها هاي الدنيا أيام. أحسنتم أحسنتم يا أبو علي، أخذتنا صوب هذه القصيدة الخالدة التي قرأت في صحن أمير المؤمنين.